صباح الخير، سنة جديدة وسعيدة على كل الناس اللي بتابعنا من خلال صباحات طيبة وما كنتم. أهلا وسهلا بكم، كل عام وكل أعوامكم إن شاء الله دايما بخير مخضرة وممتدة بالأمل مشرعة بالتفاؤل وصباحات الإنجاز الجميلة. والسودان إشراقة جديدة فيه عروبة وجوه عديدة وحب مكان وطن السودان. التحية للوطن الكبير الحبيب بكل صحناته بمختلف أجناس السودان الكبير. صباح الوطن، صباح الخير عليك يا أمل، وبداية سنة سعيدة عليك. عليك أنت كمان يا أنسام، وكل سنة وأنت طيبة، وكل سنة وكل متابعينا ومشاهدينا في كل مكان وهم طيبين وبينعموا بالأمان والاستقرار والسلام في ظل الوطن، في ظل حامي حمانا، في ظل السودان العظيم الكبير. بجدد معاكم لقاء جديد من خلال صباحات طيبة في سنة جديدة 2019. إن شاء الله عام مليان بكل التفاصيل الجميلة، إن شاء الله ننعم فيه بكل السعادة كل متابعينا ومشاهدينا. وكل سنة وانت طيب خليل. يا مرحبا بك يا أمل، يديك العافية. وأنسام تحية لك وكل السعادة المشاهدين. أكيد نلتقي من جديد، وهو اليوم الثاني من السنة الجديدة، لكن يوم حيكون قائم بذاته بكل تفاصيل الفقرات اللي حنتابعها. تيم البرنامج عد الكثير والعديد من الفقرات والمحطات المختلفة اللي حنتابعها إن شاء الله من خلال هذا الصباح، ونحن نحتفي ونحتفل بمناسبة استقلال هذا السودان الحبيب. أكيد طاقم البرنامج، المنتجين، متوكل وعامرون، وكل الشباب، وكمان تيم الإخراج زميل عابدين والصوت، وكل الزملاء المصورين أكيد بلا شك هم جهزوا فقرات عديدة ومحطات مختلفة إن شاء الله حنتابعها من خلال هذا اليوم. اليوم حأكون أنا معاكم إن شاء الله من خلال منصات التواصل الاجتماعي وكذلك الصحف، ومعانا كثير من المفاجآت اللي حنتابعها إن شاء الله. خليكم معانا ومرحب بمحمد سليمان. تحية لكم زملاء في الاستوديو، والتحية لكل المشاهدين في كل مكان في هذا اليوم السعيد. نحن وأنتم من خلال جولة صباح بطعم الوطن، واحدة من المعالم التاريخية اللي شكلت واحدة من البصمات اللي تستحصي على الأزمنة والأمكنة أن تمحوها من خلال طابية الحتانة. حنتعرف على جولة صباح مختلفة. التحية لكم في الاستوديو، وأرجع لكم متابعون من خلال معلومات حتكون معاكم في جولة الصباح عن واحدة من المعالم التاريخية اللي ناس كتار بيقولوا الطابية معروفة، الطابية الواحدة اللي موجودة في المورد، لكن طابية الحتانة غايبة عن كثير من الناس. حنتعرف لها من خلال جولة صباح، نامل انه نوفق في ايصال عدد من المعلومات الجديدة على كثير من الناس. خليكم معنا، ارجع لكم في الاستوديو. اكيد نحن معاك يا محمد، وفي انتظارك من خلال الطابية، البسالة والتاريخ، الحضارة، السودان الجديد من خلال الطابية. والطابية معالم ورموز وامال مختلفة. الطابية كان منها يعني واحدة من المعارك الشهيرة اللي من خلالها نال السودان استقلاله، ونحن ما دمنا نحتفل بهذا اليوم العظيم، ما دمنا نرفع راية الاستقلال، ما دمنا في حضرة الوطن الكبير، خلونا مع بعض نمشي نشوف الجيش. وهو برضو الجيش واحد من الدفاعات القوية للوطن اللي بيحمينا واللي بيحافظ على ممتلكات الوطن الحبيب. يا بجيشنا أفخر يا بلد. أكيد يلحامين حمانة وبعزة وأمانة، بدل ما تسيل دمانا ريت يسيل عرقنا. خلونا نتابع الجيش ونرجع من بعدها نتواصل. جيشك أفخر يا بلد، الجيش ده وفى بما وعد، ماضل وغاتل واجتهد، شال السلاح كبر سجد، شان يحفظ الدين والبلد، شان يحفظ الأم والولد. جيشك أفخر يا بلد، الجيش ده وفى بما وعد، جيشنا الهمام رابع التمام، شايل علم نصر المبين بالألف عام، حفظ الوصية من الجذور، حرس الحدود، شدل الورود، زرع السلام. جيشنا الفريد حاسم عنيد، حطم متاريس الصعاب،
أصل الحديد هو البي في العزم الحديد. جيشنا الأمين حالف يمين، جيشنا الأمين حالف يمين، جيشنا الأمين حالف يمين، هذا الوطن غير الشرف ما عنده سين. جيشك أفخري يا بلد، الجيش ده أوفى بما وعد، ماضل وغاتل واجتهد، شال السلاح كبر سجد. تحية لكم من جديد متابعينا، تحية لجيشنا العظيم وهو بيسطر بطولات عبر التاريخ وعلى مر الأزمان، بالتأكيد يسجل تاريخ السودان وتبقى على مر الحقب والتواريخ.